اسمي ريس بن مهيري، في الصف الخامس، عمري 10 سنوات، وأدرس في مدرسة الاتحاد في شخبوط. أنا شفت إعلان في التلفزيون عن مستشفى 57، وسألت أمي، قالت لي أنها المستشفى حق مرضى السرطان للأطفال، وهالمستشفى تشتغل بالتبرعات. وقلت حق أمي أبا أزور هالمستشفى وأتبرع فيهم. زرت المستشفى بعد مرور سنة، أشتغل في الأساور في المهرجانات وأبيعهن. آخر شيء زرت المستشفى تبرعت فيه، وعلمت العيال يصنعون سوارات.